تفضل. صدق يكون كذب، ايش فيه؟ ايه اي نعم، لا شيطان من الشياطين. اي نعم، آية الكرسي لما يسأل عن أبي هريرة لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حارسا للمال، فجاءه سارق فأمسك به أبو هريرة، قال لا أرفع عنك إلى الرسول، قال أنا ذو حاجة وذو عيال وكذا، فأشفق عليه وتركه. طبعا ما سرق شيئا لكن تركه انصرف. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ما صنع صاحبك البارحة؟ قال الرسول ذكر لي أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة، قال كذبك وسيعود. يقول فانتظرته فجاء فأمسكت به فأعاد نفس الكلام فأشفقت عليه. يقول فتركته فقال ما صنع أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول أنه ذكر أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة، قال كذبك وسيعود. يقول فانتظرته فجاء فأمسكته، قلت لن أترك هذه المرة. قال أو أعلمك آية إذا قرأتها تكون لك حصنا من الشيطان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فترك أبو هريرة. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أسيرك البارحة؟ يقول فقلت له ذلك، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يعني أن آية الكرسي فعلا تكون حصنا من الشيطان، ذاك يحرص الإنسان دائما قبل أن ينام أن يقرأ هذه الآية المباركة آية الكرسي. والشيطان هنا ليس بالضرورة أنه إبليس العود يعني أبوهم، لأن الشياطين كثر، وإبليس عرشه على الماء ويرسل جنوده في كل مكان، ويقال لهم أباليس أو يقال لهم شياطين ويقال لهم كذا، لكن إبليس العود ما أدري يمكن يروح حق الخاصين يعني. طيب